إلى ذلك أوضحت خلية الإعلام الأمني حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط عجلة مفخخة في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن العجلة كانت تحمل عبوات ناسفة. الخلية ذكرت في بيان لها أن مفارز من مديرية شؤون السيطرات الخارجية ضبطت عجلة وعثرت في صندوقها على عبوتين محليتي الصنع ومواد متفجرة وأجهزة تفجير أيضا، مؤكدة تسليم العجلة والسائق إلى مركز الشرطة لإكمال التحقيق. المفخخة تم ضبطها يوم أمس من قبل دوريات الطرق الخارجية بناء على معلومات استخبارية بالتنسيق مع مديرية استخبارات وأرهاب ذي قار الأبطال. تم فحصها بجهاز المتفجرات وطاقم المتفجرات موجود في المديرية ومفارز الكيناين. العجلة تحوي على مواد كبيرة من السي 4 والتي ان تي على شكل عبوتين مربوطات بالتوالي كهربائيا مع العجلة معدة للتفجير. المتهم صاد نون سين جار التحقيق معه. الأخبار عارية عن الصحة بخصوص انتماء الفصائل الحشد الشعبي، هاي الأخبار عارية عن الصحة. نعم لقينا عدة هويات وهي الهويات مزورة مثل ما أوراق السيارة مزورة. بالنسبة للحشد الشعبي هو القوة الأمنية الضاربة بالتعاون مع قيادة الشرطة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهي الأخبار عارية عن الصحة. أكو تعاون مستمر بيناتنا وبين هيئة الحشد الشعبي ومكتب أمن الحشد، وحتى تواجد لهم سيطراتنا الخارجية من أجل تحقيق الهوية للوافدين ويدعون هم بالحشد الشعبي. هاي الأخبار عارية عن الصحة.